عليكم، ازيكم عامل ايه؟ كل سنه طيبين، رمضان كريم عليكم ان شاء الله. معاك كابتن انس صلاح بطل العالم في كيك بوكسنج، وكابتن فاطمه. هنشتغل تمارين خفيف جدا للفتنس، وبعد كده نشتغل تمارين سيلف ديفنس. اوكي، هبدا اتحرك على مش رجلي احسن، هبدا عمليه حمايه في جسمي كله، كيلو رجلي مع بعض. حضرتك في الجنب، حضرتك لا مساحة جسمنا طبعا بنشتغل فترة أكبر من كده، بس احنا باصين دينا شوية. طيب النهارده هنبدأ نتمرن ازاي لو حد جاي يمسكني وأنا ماشي في الشارع. أنت كبنت ممكن حد يبدأ إن هو يمسكك عشان يتحرش بيكي. أوكي، هبدأ أعمل إيه؟ ستيني. طيب في حل بسيط جدا، إيدي موجودة، هبدأ ألف إيديا واحد وهطلع إيديني لفوق. أوكي، تاني حد ماسكني إيديا، هبدأ ألف المفصل بتاع إيديا واحد وأطلع أطلع من إيديا ناحية فوق. خرجي معايا كده فاطمة، ها؟ لفي اطلعي فوق تاني كمان مرة أحسن. اوكي، باخد حركه دائريه وابدا اطلع لفوق. في تكنيك تاني، امسكي، هبدا اشيل ايدي كده ناحيه جوه وهطلع بكوعي لفوق. تاني هشد ايدي لجوه واطلع بالكوع من فوق لتحت. اوكي معايا، يلا فاطمه جربي. اوكي ها، وانزل بالكوع من فوق لتحت. تاني امسكي، هشد واطلع بالكوع من هنا. اوكي يلا جربي، هشد ايدي الاول وابدا اطلع من الكوره من فوق لتحت. اوكي، دي فكره بسيطه جدا ازاي افك ايديا من حد ماسك ايديا. اوكي شكرا.